السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا أخوان طبعاً كثير ناس بالجيرمن الأبيض مع الجيرمن الأسود جنب بعض يكونوا، فاليوم زي ما تقولوا كان عندنا منخفض قوي والدنيا شمست شوي، فحممنا الكلاب وكلنا فرصة، يعني لسه بدهم وقت لينشفوا لكن قبل ما تعتم الدنيا. المهم بدنا نصور الكلبين الأبيض والأسود. طبعا الجيرمان، أنواع كلاب الجيرمان في كثير، في الجيرمان بيجي اللونج هير كثيف الشعر الضخم، وفي اللونج هير وفي الشورت هير اللي هو شعر بيجي صغير، وفي لونج هير وشورت هير ضخم، وفي جيرمان العادي الأسود العادي اللي الحجم العادي، وفي جيرمان اللي بيجي أسود وبني برضو الحجم العادي. في عدة أشكال وأحجام من الجيرمان وألوان، وطبعا في منه يعني اللي بيجي ضخم بوزن 50 كيلو، وفي منه اللي بيجي عادي 30 كيلو 35 كيلو حسب نوعية الكلب. المهم أكيد احنا ماشي نقرب الكلاب على بعض هذول عشان بتضل تعود، لكن هاي الالوان والمواصفات اللي قلت لكم عنها، كلاب الجيرمان منها الضخم لونج هير كثيف الشعر، واللي شعره قصير بيجي برضه ضخم، في منه اسود وفي منه بني واسود، وفي منه بيجي اللي اصغر شوي اسود، يعني زي هاد في اسود لكن الحجم الاصغر. هون هذا الكلب القفقازي بل العملاق، بس كمان كم شهر يدخن مظبوط، صور لكم فيديو نشوف قديش بوصل حجمه. قد صار عمره بالضبط 1.5 سنة، هذا جبته كان عمره 1.5 شهر، عملت له فيديوهات من هو صغير. اقعد يلا خذ يلا مايك اقعد يلا خذ انا بعتقد انه الالوان برضو كلها بتيجي حسب جسم الكلب باللون حلو او لا. يعني في ناس تفضل اللون الابيض، في ناس بتفضل اللون الاسود. طبعا يا اخوان الناس اكثر اشي تربي الكلاب والقطط، قليل جدا الناس تلاقي بتربي حيايا، بتربي افاعي او زواحف او عقارب، قليل جدا. فاكثر اشي الناس بتحب تربي الكلاب لأنه الحياية نسبة قليلة من الناس بتحب تربيها، مش مثل الكلاب والقطط.
يعني اكثر شيء دارج في موضوع الكلاب عندنا، اكثر شيء دارج في موضوع التربيه عندنا اللي هو الكلاب. اسكت هذا طائر المينا. لا طبعا طائر المينا عندنا منتشر، بلش يضع على الشاشه. طائر المينا عندنا تسبب بانقراض كثير من عصافير الدوري او الدويري، الدويري بسموه. فاكس حياتي خذها من البيت. طبعا هذا الكلب حياخذ معنا كمان 10 ايام عبين ما نخلصه من مرض الجرب. الجرب قوي جدا عنده، لكن بده فترة ليروح، لكن معطينه برنامج علاج مرتب. اخوان في كمان الجيرمان، انا بقدرش كل كلب اجيبه اخليه عندي، فيش عندي وسع، يعني مش كل كلب بنجيبه بنقدر نخليه. ففي كان عندنا الجيرمان العادي الكسح برضه، وفي جيرمان مش كسح. يعني اشكال الجيرمان كثيره وجسمها واشكال جسمها برضه كثيره. في شيء بيجي مع كسحه، في شيء كسحه متوسطه، في شيء كسحه قويه، في شيء بيجي بدون كسحه. فالناس شو بتحب بالطرف. لكن هذا بالنسبه للالوان، يعني اللون الاسود اسود حلو، وبرضه الابيض ابيض ساده برضه بيجي. طبعا هاي اهم شيء الكلاب بالتطعيمات، معروف عنا انه مرض فيروس باربو منتشر، كثير ناس ومثلهم الكلاب بسبب هذا المرض. لازم الكلب كانوا يطعموه كل سنه. طبعا الكلب هو صغير بالطعم، بس الكلب هو صغير بالطعم 3 مرات ليصير عمره سنه، بعدين بالطعم كل سنه مره. لكن الافضل انه الواحد يطعم في الفتره هاي كل 6 أشهر مرة، أفضل لتطعيم فيروس باربو كل 6 شهور مش كل سنة، على أساس إنه هذا المرض منتشر وقوي جدا وبصيب الكلاب وما فيش له علاج، ونسبة النجاة منه 1%. كثير ناس كلابها بتبطل توكل وبصير معها مثل إسهال ودم، بتكون ضربها فيروس باربو. حتى اللي بيجيبوها صغار بكون عمره 41 يوم، فبضل يستنى عليه ليصير عمره شهر ونص شهرين بتلاقي الفيروس ضربه. لازم التطعيم، والكلب يرضع من حليب امه لازم تعطيه اول تطعيم على 41 يوم، وبعد 15 يوم التطعيم الثاني، وبعد 15 يوم التطعيم الثالث على اساس يكسب المناعه من هذا الفيروس. لازم نحط له بودرة بنسلين. بس تصيف الدنيا كمان شوي، احنا بنصير ننزل فيديوهات حلوة. طبعا بالصيف بكون عندنا ضغط وصيد وكل شيء، لكن برضو للكلاب بنصير نصور فيديوهات حلوة، فيديوهات جديدة. بس احنا عندنا ما شاء الله السنة هاي طول البرد والمنخفض، منخفض ورا منخفض خير. طبعا واكثر سنة بيجي فيها عندنا تقريبا السنة الشتاء والربيع والخير السنة هاي. ارجع ارجع.
كثير عند الذكر. مش انت اوزع كده عليك.